أهلا بكم، وتغطية أنطولي لا تزال مستمرة على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري لمتابعة الحدث الأهم والأبرز، الانتخابات الرئاسية 2024 وكيف يتعاطى المصريون مع صناديق الاقتراع. مرحلة مهمة وفارقة تشهدها مصر في تاريخها السياسي باستحقاق الانتخابات الرئاسية 2024 التي تعد خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد في تاريخها الحديث. لكن انتخابات 2024 تكتسب أهمية خاصة وإضافية كونها خطوة رئيسية في مسار الدولة الجاد نحو التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، أتت بعد عام ونصف من الحوار الوطني. لكن يبقى الرقم الهام في هذه المعادلة 67 مليون ناخب مصري يدون بأصواتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي. المشاركة هنا ليست طرفاً وليست على سبيل أن أذهب إلى صندوق الاقتراع لكي أدلي بصوتي، ولكنها هي مشاركة في القرار السياسي وهو لب العملية الديمقراطية. نبقى مع حضراتكم ونتابع في هذه التغطية على مدار الساعة ونصف، أكون معكم خلال هذه الساعة ونصف لمتابعة سير العملية الانتخابية من مختلف محافظات الجمهورية.